ترد يوميا المساعدات الإغاثية من مختلف مناطق ولاية الوطن إلى هنا بمركز تجميع الإعانة من مواد غذائية وأغطية وأدوية، ومن هنا يتم وبشكل منظم توزيعها على المتضررين من الحرائق بمختلف مناطق ولاية بيجاية، أين يتم إشراك اللجان الشبانية والجمعيات في عمليات إيصال المساعدات. هناك يعني تضامن من مختلف ولايات الوطن، المساعدات والإعانات توصل إلى أقصى قرى مناطق ولاية بجاية، عائلات اللي راهم سواء في المدارس ولا في الثانوية والمتوسطة رانا سيغ بلاس، كاين دي روبا، كاين الأفرشة، الأغطية، كل حاجة راهي ثم متوفرة، الأدوية كامل. نساد إوا كنا ناوية للدوايين معاونا غايا، إوا كان أتنفرق في مغفان دوي ذاك قنطران، قنطرن مليح. كثوا غيثية نتمس سيدي الزيني ثمورث الجزائر أو ثمورث القفايل. إقبال كبير من المتطوعين الشباب للمشاركة في هذا العمل التضامني، وهو ما يعكس وعي الجزائريين بالوحدة الوطنية خاصة في ظرف الشدائد والأزمات. لقن معاونا وكيف باش نسعد ديال المحنين يعني الشدة نتايت بين وثماثون صافي بليزيور دو فواغ لا سوليداريتي كلاديك يا اونتخ لا بوبيلاسيون. دونك ثلاث يمات فريمون يا رانا كان ولاد بجاية كبروا بينا ما نروحوا رانا نحط لهم سلعه ونجوا معاونه ندير الخير معاهم معاونه كما نقولوا السلعه اللي نسرجوها نجيبوها لهم مساكين اللي راهم مرضى اللي راهم مغبونين اللي راهم طايحين اللي راهم بزاف صوالح. ما صالح مديرية النشاط الاجتماعي لولاية بيجاية وعن طريق خلاياها ومعاونيها من الجمعيات يسهرون جميعا على توزيع الإعانات لتجاوز هذه المحنة التي ألمت ببيجاية تحديدا.